يعني أظن إذا ما خاب ظني عندي شيء إحساس يعني يقول إني حامل. حامل؟ من منه؟ لا صح صح أنا زوجي صح عدل أبحث وحامل؟ لا 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 وصديت؟ ونفس الإحساس يقول إني حامل بولد ولد يا مسعود اللي كل عمرك الله تتمناه. الله الله ولد الله. طلبتك أسميه على أبوي مبارك. مبارك لو تسمينا تحت طميس أنا موافق والله. وثول بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك هلا والله. انصرف انصرف هلا مبارك. حسبي الله عليك. هلا والله فضحتنا يا صبي. هلا بالغالي يا ابو كلا عندي. فضحت امي. هذا ابو مبارك بالمستشفى. لا تصور يا امي. فضحتنا مبارك وثول. مبارك يا حياك الله تو ما نور التلفون. اسمع انت الحين عرفت كل الشيء. ايه انا عرفت واعتبريني ما شفت شيء. وبعدين الحب مو عيب. حبتك القرادة ان شاء الله شي خصك لا تستهبل. بعدين ترى انا ما يهمني لا منو عرف ولا منو ما عرف. اللي ابا اقوله خلك معاي بتكسب. اكون معاك شلون يعني؟ مو بشغلك. بس ترى مفاتيح مسعود كلها في مخباي. يعني إذا أنا وافقت بيوافق. والله بيوافق؟ أظن فهمت علي. ادلف ادلف الحين. عمي شلون ما أخذ النسرة هذه؟ هذه من يستحملها؟ بس وانا شكو فخار يكسر بعضه. أهم شيء موضوعي خلص. أريح شوي. صباح الخير. صباح النور. يا هلا يا هلا. ما شاء الله يعني بريء مو مسوي شيء ها؟ خير؟ ما سمعت. لا لا أقول عمي في سيارة جديدة توها واصلة المعرض ما شاء الله كلها عروس. من حالاتها قمت أيبب بغيت أسوي زفة برا بس ما عندي ترخيص. إيه العروس إيه نعم إيه. عاد أنا قايل لك يا مروانوف إذا هي سيارة ولا هذا مو تعرضها قدام أمة لا إله إلا الله. لا تعرضها إلا لين تقول لي. لا عفو عليك يا عمي أنا أقدر أسوي شيء من وراك. أنا ما أخذ خط ولا ما أخذ رأيك فيها بس هذه راحت عني فأنا قلت حق عفرة. شنو قلت حق عفرة؟ عن العروس. شنو؟ عن السيارة الجديدة. خو عفرة بعد لازم تعرف. ايه السيارة الجديدة ايه. مروانو مروانو يا حبيبي انت حبيبي والله. تدري ان انت مثل ولدي وان انا احبك اموت عليك صح ولا لا؟ قول ما تدري. ادري كاصلا اثار حبك باينة علي فعليك بس يعني انا شو اللي بيني وبينك يعني انت ليش ما تحبني مثلا؟ هل انت مثلا قاطع رزقي مثلا؟ لا حشه. واقف ضدي بحياتي؟ ابدا. حارمني من حب حياتي؟ لا يجوز. واقف لي شوكه بالخنافر؟ لا 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 ابدا. حبي واصل لك دائما. هل انت باط كبدي بط مثلا؟ لا لا ولدي شلون؟ اموت عليك. شيطان. ما باركتي لي. انا شو بعد؟ انا حامل. حياته مو بعلي هالكلام. انا ابو كيد النساء هذا على محسن بتقصين علي انا؟ شيبتي لي شعري تراج؟ انت متى لحقتي تفحصين؟ متى صرتي عند الدكتور؟ يوم اقول لك اني حامل يعني حامل والحين قاعده على قلبهم بجيب لهم الياهل اللي يتربى في عز ابوه ومعرض ابوه وفديت ابوه. مبروك. انت ليش كذي تسوين؟ ليش مبروك؟ ليش تخربين المود؟ ليش تخربين اللحظات الحلوه؟
بيها يعني ايش قاعد اخبرها بالسالفه؟ شوفي حياتي بخصوص معرض ابوه هذا اللي في بطنك، تدرين عاد زواجك انت ومسعود سوى بسرعه وتعرفين يوله وعفسه، فانا ما لحقت اخبرك. ام حسن تخبريني بشو؟ لا توتريني ام حسن، انا حامل. لا تتوترين ولا شيء، بارك الله فيك. بس عاد شوفي انا سمعت، ها سمعت، يمكن صدق يمكن اشاعه ما يندرى، بس انا سمعت ان مسعود كتب المعرض باسم زوجته قبل ما تتوفى، والمعرض الحين باسم بناته. لا تحاتي، انا ولا كني شفت شيء. ترى اذيتني عاد، انت صدعت راسي يا ترى، فاهم الموضوع غلط، انت فاهم الموضوع غلط. اوه خلاص قلنا لك خلاص، كنا ما شفنا شيء، سرك كبير. سري حبي فيك غامض، سري حبي ما انكشف. انا عارف، عارف الحب شو يسوي بالواحد. خلاص علمني. انت علمت احد؟ لا لا ما قلت حق احد، بس انا عندي موضوع صغير ابى اكلمك فيه. حياة، رد على حياة يا حياتي، أهنيك على اختيارك يا كذيب. أنا سبب نفسي بنفسي، جبتي صباي صوب عيني. أنا سبب نفسي بنفسي، وجبتي صباي صوب عيني.